اللي حضرتك عملته اتحاد كرة القدم على حسب مسمى وزارة الشباب والرياضة، اللي حضرتك عملته ده يسمى ايه؟ عدم الشفافية والفساد طبعا. فكل اللي النادي الاهلي بيطلبه واللي سيادة الوزير امر بيه مشكورا خلال 3 4 5 ايام السابقة، ان احنا عايزين يا جماعة نتيجة التحقيقات، لانه النادي الاهلي وزي ما كابتن محمود قال، كابتن محمود الخطيب قال ان النادي الاهلي له حق دستوري عفوا حق دستوري في ان هو يطلب الورق او المراسلات اللي ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري علشان يقدر يبعت للمحكمه الدوليه. حضرتك انا قعدت 4 ايام، النادي الاهلي قعد 4 ايام مستني، 4 ايام، مش ممكن 5 ايام مستني. ايه اللي ممكن يحصل؟ 3 و4 و5 وجمعه وسبت. وخد بالك ان في احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد، انا مش هقول مين دلوقتي، مش هقول مين بالاسم، في مناقشاته مع اعضاء المجلس مش عاجبه، هو بيقول لهم ازاي نطلع للاهلي ورق. يا نهار اسود، يا نهار ابيض، هو ده بجد؟ هو اللي بيحصل ده وشايفينه ده بجد؟ هل هو النادي الاهلي طلب من حضرتك حاجه غير المسانده فقط بان انت تطلع لنا الورق علشان نقدر نبعت للاتحاد الافريقي ونقدر يعني؟ وبعدين حريه تداول المعلومات دي ده حق دستوري يا فندم ما بين المؤسسات، والاهلي مؤسسه كبيره وراه 70 80 مليون، 70 80 مليون اهلاوي. مجلس اداره النادي الاهلي كل اللي طلبه ايه؟ هو النادي الاهلي طلب حاجه غريبه؟ ابدا. كل اللي طلبه النادي الاهلي يا جماعه من فضلكم الحاجه دي ادوها لنا عشان نطلع نبعتها للمحكمه الرياضيه، انتوا بره الموضوع. ولكن الفساد وعدم الشفافيه بناء على الكلام اللي احنا شايفينه من وزاره الشباب والرياضه كان له اثر كبير في ان احنا 4 5 ايام، 4 5 ايام حضرتك، لدرجه ان الكابتن محمود الخطيب قال يا جماعه انا بعت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي يقعد في الاتحاد عشان ياخد الحاجه ومحدش اداله حاجه. والنادي الاهلي له ثلاث مطالب. الثلاث طلبات اللي طلبهم النادي الاهلي هم ايه؟ رقم واحد، لماذا لم يتقدم اتحاد كره القدم المصري بطلب استضافه المباراه النهائيه لدوري الابطال مع انه تسلم خطاب الكاف يوم 19؟ وعندما قام بالرد على خطاب كاف كان بعد اكثر من شهرين، ولم يطلب تنظيم هذه المباراه بل طلب اقامه المباراه على ملعب محايد. ده الطلب الاول للنادي الاهلي. الطلب الثاني للنادي الاهلي، لماذا ظل اتحاد كره القدم يماطل مع النادي الاهلي 4 ايام حتى يحصل النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والإفريقي؟ زي ما قلت لحضراتكم، وهذا حق أصيل ودستوري للنادي الأهلي ووفقا لمبادئ الدستور المصري. رقم ثلاثة، لماذا لم يحرص اتحاد كرة القدم المصري على استكمال ملفه لدى كاف أسوة بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها وأسند إليها تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بدء الامر؟ طبعا يعني لحد دلوقتي لم يجاوب احد على هذا الكلام، لانه اللي حصل امبارح كان شيء فظيع، رغم ان اتحاد كره القدم او مفروض ان اتحاد كره القدم عنده متحدث رسمي هو المدير التنفيذي للاتحاد، كمان عنده مجلس اداره بنشوف اعضائه كل يوم في مداخلات في كل البرامج، وبنشوفهم في كوريا وبنشوفهم في كل حته.